زياد زياد وخد الجزمة؟ اه الزميل احمد بجاهز والشكر موصول هنا لضيوف هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقائي المشاهدين، اصدقائي المتابعين، وصلنا الى اليوم الرابع واليوم قبل النهائي هنا بهذه الجولات وايام بطوله الابو ظبي سيزون 4 يوم قبل النهائي وليس مباراه قبل النهائي. ولقاء يجمع كل الشوطات اكتوبر امام على اليمين والشعيبات على اليسار. الاولى مفردات فاز اللقاء مروان درويش عراوي حارس مرمى الشعيبات امام شهاب رقم 17 علي مدكور عز فهمي ياسين بلد مازن درويش وسعيد سحبان محمد بديوي كريم بديوي حسيني داوود عمر ابراهيم محمد الشعيبات محمد فهمي ليرنا نقطتين اسماء الشعيبات سواء بقى الموجودين في ارضيه الملعب او الموجودين على دكه الاحتياط. على الجانب الاخر سوري يوسف حارس المرمى شعراوي وزعزع ياسين سماره عمر امين احمد راضي سليم راضي والهيطه وسماره وعمر راشد ياسين بركات وكيف وامين ايضا هم دول اسماء وتشكيله كوبر سواء بقى الموجودين في ارضيه الملعب او الموجودين على دكه الملعب. مصطفى عبد الرحيم حكم للساحه وعون كل البيت كابتن محمد حامد مساعد اول وكابتن رمضان علي في المساعد الثاني بالنسبه بقى للاداره التحكيميه لهذه المباراه وهذه الجرحى. هذه البلاك المراوي عمر ابراهيم لكن المقطوعه ترجع لعناصر كوبي. اللي هنبتدي بقى النهارده واللي هنستعمل ان احنا نتكلم بصيغه الفريق نظرا بقى للمستقبل الزرقاء وتقارب الالوان الموجوده هنا للفريق. رامي التمني لصالح فريق كوبي ترجع ورا خالص عند الدفاع. حتى باللقاء النهارده كابتن احمد علي هو حكم الساحه. موجود؟ وعلي حكم حامد مساعد اول واحد علي بقى مساعد تاني. شعراوي يلا العب ركلة حرة لصالح فوجل من على حدود نص الملعب وش الصدم الخارجي الدفاع يطلع ضرب البلاط بقى في وسط الملعب بيلعب هنا من الجانب لاعبه ونجوم في الشمال لكن يا كابتن لازم تعدي وتطلع بره بقى الى خارج الملعب. وكمان كان هناك رايه مرفوعه في الشمال على الكابتن احمد علي على طول اللي بيحتسب تسلل اوف سايد على طريق الشركات. لعب الكرة الأمامية في العمق لعبت حلوة قوي وهذه هنا زيادة وخروج من حارس المرمى اللي بيرجع وهي ماشية كده في هنا مرمى هذه العرضية ما تمنعش أي حد بقى سهلة لكن الدفاع اللي بيطلعها إلى خارج الملعب وإلى رمية التكتل. رمية التكتل لصالح فوجل من الجانب الأيسر لسه البداية واللي بقى يأمل الوصول إلى مرحلة الكوارتر فاينل. كيميا يسلم في وسط الملعب
طلابه الجانب الايمن الى كيميا من جديد. هذه كيميا مسلم هنا في الجانب الايمن حمد شربيني. حمد شربيني في الطابق نص الملعب يا ولد السلوك المميز في الجانب ده المميز صاحب الخريطه رقم 7 الدوسيري. العب يلا رافع الاخير فاول استلم يلا بسرعه بسرعه يا بربوري انت بيتك اوعى يا عم ركلة حرة على حساسك الجزاء أو على حساسك في نص الملعب لصالح فريق السوبر الكرة العالية فوق ضربة الهار راحت في الجبهة الشمال محاولة المرور والعبور عدى بشكل كويس على كمل كمل كمل
I'm going to go
الماتش البدايه في الاديان حتى انت في النص كام يا الوينج كام يا انت على الوينج العب كرة زي البارد يلا يا يحيى دم اهو دم قسم بالله عمري الشمال محاولة الخروج ومهارة فردية لكن بقى حقيقة أحسن من
كتاب
هذه البطولة سواء بطولة الفتيات أو بطولة الشباب. سلامات في لاعب سقط على أرضية الملعب، نتمنى السلامة. الله يقبل. سلامات، كان في إصابة لحمزة مسلول على مستوى الشوط الأول، من أبي أكمل اللقاء دولة. أي مشاكل
وغرور البلوني ومحاولات لتسجيل هدف تعديل النتيجة والعوده الى نقطة البداية. على الجانب الاخر وإنهاء المباراة، لكن المنتخب البلوني على حدود منطقة الجزاء او منطقة نص الملعب هناك على عرضه يا سوري هناك هنا بالجانب المميز بقى اللاعب مهدي الدرويش يسجل عن طريق اللاعب صاحب القميص رقم 22 في التشكيل. ايه اهدى اهدى ويبدا الهجمه من جديد. ادي مجد الدرويش عند كيميا في الجانب الايمن الارضيه وتمر الى خارج الملعب والى الارضيه من جانب الملعب. ازاي ينزل في الملعب يا الله يطلع والله كده هي ثلاثة تبديلات هي سفينة الفريق. ضربة رسمية من الجانب الأيمن كرات ثابتة لكابتن كرة واحد عشيق ورا وراه ونتيجه على قد ما
النتيجة صنهاري عند كورة والكورة كابتن اعمل فاول كابتن يا كابتن يا كابتن يلا يا يحيى يلا يا يحيى عشا يحيى عندي يوم الله حد قاعد عليه كرسي متر ابوك امريكي ماي تعرف بص انا واقف انا واقف انا اللي ايه والله كرسي متر امسك بس في الحلقة يا هيما اي خدامه يا كابتن هات ميه انا قاعد كده دكتور سميد دكتور دكتور يا روشن قول شنو يرجع المتأخر في النتيجة وبيسعى
على الاقل لتحسين الصوره في هذه المباراه لهدف واحد من الفرق القويه ويتم تقديمه مميزه في المباريات الماضيه. ولكن هل كان هي كره القدم لابد ان يكون هناك فائز ولابد ان يكون هناك خسران. سلام واتات واحدة واحدة اضغط وتسببت في هدفين يلا تمضي الى خارج الملعب دون اي خطورة على حارس المرمى والى ضربة المرمى. حلو 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 عبد الله شاف الى عالم مسكين الى مسكين الى مسكين شايف كتير النهارده مسكين شمال بعد التحولات يلا عمر مكانه عمر حلو 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 ولكن اصدقائي المشاهدين تاتي